قد يبدو الطريق طويلا وبصماتنا عليه علامات نحو الحقيقة، الحقيقة التي تجعلنا نحتار في كيفية الاستمرار في ذات الطريق وبالشكل السليم. تخفق أجنحتنا طلبا للمزيد دائما، فمن حقنا أن يكون الفضاء رحبا أمامنا، من حقنا أن نرى العالم يتناسب مع الجميل فينا ويستخلص جمالية تعايشنا مع محيط يفهم ويقدر حاجاتنا. قد تكون حاجاتنا هي تفهم إنسانيتنا، ونحن نشارك من حولنا نشاطاتنا الحياتية، وإن تجرأ أحدهم على سلبنا ما نستحق سيختل نظام حياتنا ويسقط وجه العدالة. حقوق الإنسان على أرضه وبين مجتمعيه كثيرة تتساوى مع حقوق العالم في العيش بتناغم بعيدا عن التفرقة والظلم. ونحن ماضون في هذا النهج إن شاء الله، لقناعتنا بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة، وهو بلا ريب كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضا منكسرا؟ هل يقوى هذا على التحليق؟ تأكيدا لحرص سلطنة عمان على أهمية حقوق الإنسان وصونها، جاء إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتكون آلية وطنية لتحقيق الاهتمام الوطني والدولي بحقوق الإنسان على أرض السلطنة. وتختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع، رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها. وحتى تتمكن اللجنة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها، تتولى الأمانة العامة بمكاتبها ودوائرها المختلفة متابعة القضايا والموضوعات المعنية بحقوق الإنسان والتنسيق مع مختلف المنظمات والجهات الدولية العاملة في هذا المجال. وحرصاً من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان، تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات بهدف بث الوعي بالحقوق والواجبات المختلفة، مستخدمة وسائل توعوية متنوعة وحديثة تتناسب مع الجمهور المستهدف، من خلال إقامة العديد من الورش والمحاضرات والندوات في مختلف الجوانب من أجل الوصول إلى ثقافة راسخة عن كل ما يهم الإنسان وحقوقه التي كفلتها التشريعات الوطنية والقوانين الدولية. وتعكس رؤية اللجنة العمانية لحقوق الإنسان سعيها بأن تكون منبراً وطنياً فاعلاً في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته، كما تحمل رسالة اللجنة قيمة إنسانية عالية تتمثل في غرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع جميعاً والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لهذا الشأن. ومواكبة للتوجه الأممي في الحفاظ على حقوق الإنسان، ترتبط اللجنة بعضويات دولية وإقليمية مثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادي
والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، حيث ترتبط اللجنة بالعديد من المواثيق والعهود التي تنظمها القوانين الدولية في هذا المجال، وتسعى إلى تنفيذ تلك المواثيق والعهود حسب ما يتوافق مع التشريعات المحلية المعمول بها في السلطنة، والتي تكفل حق المواطن والمقيم على حد سواء. نؤمن أن حقوقنا تتجاوز حدود الزمن والمكان، تتماشى جنبا إلى جنب مع مراحل النمو في حياتنا. فمهما كانت أصواتنا، ثقافاتنا، وديناتنا، واختلاف طرقنا في العيش والكسب، ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها والاحتياجات التي نتمناها في حياتنا، حقوقنا هي إيمان بأننا نستحق الأفضل والأكثر عدالة تماما كغيرنا من حولنا. فمجتمعنا مجتمع مودة ورحمة في أسمى مبادئه، وديننا دين حق يحترم الإنسان في أبسط حقوقه. نعم، هكذا نسمو ونتقدم بأمان يكفله القانون لنا، معا نحو فهم أفضل وأجمل لحقوقنا، معا نحو مجتمع مدني يحترم الإنسان ويحافظ على حقوقه أينما كان ومتى ما حل الزمان.